مرحبا بكم أجمل ترحيب بعالم صوت المستقبل. اليوم احنا موجودين بمحافظة كربلاء المقدسة، تحديدا بقضاء عين التمر. راح نروح نزور مكان مهم وتاريخ مهم، واللي هو كنيسة القيصر. أستاذ رائد، احنا بالبداية نريد نعرف هذا المعلم الأثري. نعم. مر باثنين مسميات أو ثلاثة. تسمية هي القصير أو الأقيصر. قصير مصغر لتسمية القصر، نعتقد أنه هناك كان قصر صغير مسمى انطلقت من عند التسمية. وكنيسة الأقيصر أنه كان أحد الملوك اللي يحكم هذه المنطقة أو باني هذه المنطقة، فسميت الحضارة باسمه. احنا نعتقد أنه هذه الحضارة ليست كنيسة فقط، ولكن حضارة مليئة بالسكان، باعتبار هناك وجود وأطلال للمدرسة، وهناك مكان للعباد والرهبان، وكذلك هناك مدفن للأحياء ومغتسل ومساكن كثيرة، إلا أنها دارسة تحت التراب. طبعاً أستاذ مصطفى، هذا المكان هو المذبح الرئيسي للكنيسة، وهذا المدخل الخاص بالرهبان والعباد. هذا الموقع هو موقع المدرسة. طبعاً اهتمام أهالي هذه الحضارة بوجود المدرسة يدل على أنه اهتمامهم بالعلم والتراث والكتابة في ذلك الوقت. ولدينا أنه شواهد كثيرة أنه هذه المدارس خرجت الكثير من العلماء والكثير من الرواد المشهورين، ومنهم شاعر الزهد الكبير، أنه شاعر أبو العتاهية. كنيسة القصير هي كنيسة من أقدم الكنائس بالشرق الأوسط. هذا المعلم يعود تاريخ إنشاء للعصر الساساني اللي سبق الإسلام بثلاثة قرون، وهذه الحضارة هي امتداد لحكام الدولة الساسانية، وأصل وجودها في ولاية الحيرة، مدينة أدانت بالديانات الثلاثة سابقاً. كانت الديانة السائدة هي الديانة اليهودية، وفي هذا الحصر الساساني الذي أنشئت فيه هذه الحضارات سادت الديانة المسيحية، وبعد أدينت مدينة عين التمر بالديانة الإسلامية، وهناك شواهد وحضارات على وجود الإسلام في القضاء. يعني هذه المدينة بسرعة ما مرت بثلاث ديانات. تذكر الروايات والمصادر أنه هذه في فترة معينة اتزامنت هذه الحضارات الثلاثة، وكانت السمة الطابعة هي الاحترام المتبادل. احنا من خلال حديث اللي دار بيناتنا عرفت انه العراق يعني خير مكان لتعايش سنه منذ القدم. نعم استاذ مصطفى، وكذلك بقاء هذا الاثر الى هذه الوقت ومحافظتنا عليه، هو يعتبر رغبه من عندنا على المحافظه على التعايش السلمي. شوف المكان بلوحات فنيه، حتى جغرافيه المكان تحسها مو مدينه كامله، تحسها في شيء اكبر من المدينه. استاذ مصطفى، انه البناء العراقي مشهور يعني بالفنيه والهندسه الدقيقه، وحقيقه في ذلك الوقت وفي ذلك التواضع وفي تلك الامكانيات اخرج لنا هذا البناء المتطور الذي يعتبر متطور لحد الان. يعني تجد المكانات الرئيسيه بنيت من ماده من الحجر، اللي هو الحجر ذات الصلادة العالية، اللي هو الحجر القيري، وكذلك هناك الحجر الكلسي. وحقيقة هذا المكان شهد في فترة لقاء البابا مع سماحة السيد السيستاني زيارة وفود أوروبية من مختلف الدول، من الشرق ومن الغرب، وأصبح بمثابة مزار. من الممكن استثمار هذا المكان أنه أن تقوم وزارة الآثار والثقافة والسياحة بالتنسيق مع هذه الدول الكبرى، حتى تجي تشكل وفود حتى تزور هذا المكان، وممكن أن يكون عامل السياحة فد رافد ومورد مالي كلش مهم إلى البلد. أستاذ رائد، أنا هواية أشكرك، وفعلا العراق هو متحف يعني كبير. الله يحفظ العراق والعراقيين. وصلت لكم ختام جولة اليوم، هسه أقول لكم في أمان الله. خوش حكي، أحلى نحكي.